طب انت لما بتتصوري بالمايو على البحر وتنزليه على انستجرام، ما انت كده بتخدشي مشاعر او الحياء البعض يعني. يعني انا ضريتك؟ انا لا، بس في ناس بتعتبر ده ازاي تتصوري بالمايو كده، وفي ناس خلاص معديه يعني على الفيسبوك وشايفه الكلام ده. خلاص مش هعملها تاني. ندمتي على الصوره بالمايو؟ لا ما ندمتش، مفيش حاجه ندمت عليها. لا ما ندمتش. طب ليه بتقولي مش هعملها تاني؟ لو الناس مش متقبلاها خلاص، لو شايفينها دي تاخدش حياتهم ما اعملهاش تاني. ولا كنت عايزه تركبي الترند؟ اني ترند ان الصوره تكسر الدنيا، وده حصل ساعتها. طب ما كنت عملتها تاني. ما انت خدتي اللقطه بقى خلاص. خلاص يعني لو عملتها تاني مش هاخد اللقطه؟ لا هتاخديها. لا انا بص، انا في اهلي وقرايبي واصحابي والمجتمع اللي انا فيه، لما بنبقى على البحر بنبقى لابسين مايو، فانا تصورت ان هي صوره طبيعيه بان انا موجوده في الصوره على البحر، وده كان لبس رائع، خصوصا ان هو ما كانش عريان لدرجه يعني. عريان. هو في مايو مش عريان؟ اه في مايو عريان ومايو مش هو عريان؟ اللي انا كنت لابسه ده، هوريك الصوره، مش عريان. مايو حش معايا. اه فانا تخيلت ان هي مش هتضر، لكن لو حد اتضايق منها او جرحت حياءه او خدشت حياءه، لا خلاص ما مش هعملها تاني. ولو عايزه اركب الترند كنت عملتها تاني.